السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطالنا أبطال أولى ثانوي، أهلا وسهلا بيكم. أنا جمعة عايش معاكم في منصة ذا توب، وإن شاء الله مكملين بعد حلقة أساليب التفكير اللي إحنا شفناها. سيبوا لنا في التعليقات إيه أكبر دور حبيتوه، هل هو دور الفيلسوف ولا اللي بيتكلم بالنظام العلمي ولا الشيخ ولا الإبداعي ولا أنهي أسلوب فيهم؟ النهاردة بإذن الله هنكمل مع بعض في أساليب التفكير. بص يا سيدي، بعد ما اتكلمنا عن الخمس أساليب للتفكير وقلنا في تفكير علمي وفي تفكير خرافي وفي تفكير والتفكير الخرافي والتفكير الديني والتفكير الفلسفي والتفكير الإبداعي، تعالى النهاردة نتكلم عن حاجة اسمها بسم الله عوامل الوقوع في أخطاء التفكير. يعني إيه عوامل الوقوع في أخطاء التفكير؟ مين فينا ما بيغلطش؟ كلنا بنغلط صح؟ طب إحنا بنغلط ليه؟ أو بنقع في خطأ من أخطاء التفكير ليه؟ يا اما بسبب مشكله عندي انا، مشكله شخصيه فبسميها عوامل ذاتيه، يا اما حاجه خارج عن ارادتي بسبب الموضوع اللي انا بفكر فيه فبسميها عوامل ايه؟ موضوعيه. طيب تعالى كده نتكلم في اول حاجه، بيقول لي بسم الله عوامل الوقوع في الخطا. قال لي دايما يرتبط المنطق بالتفكير، فكل انسان ايه؟ مش معصوم من الخطا، وكلنا بنخطا، بس الاخطاء عندي ممكن تكون عوامل ذاتيه داخليه عند الشخص. يبقى دي العوامل الذاتية، دي نقطة. النقطة الثانية بتكون عوامل خارجية خاصة بالموضوع. ايه العوامل الذاتية اللي انا ممكن اقع فيها؟ قال لي اول حاجة كده، عارف انت لما يقول لك واحد بيفكر بعقله والتاني بيفكر بقلبه، عارفين الحتة دي؟ طيب هنا ده اول خطأ اسمه تغليب العاطفة على العقل. يعني ايه تغليب العاطفة؟ يعني الحب او الكراهية او الانانية، اي حاجة من العوامل النفسية دي بغلبها على العقل. فهتلاقيني دايما اللي سايقني في اي تفكير هي العواطف. يعني مثلا انت مثلا بتحبي ولد او معجبه بيه، يجي كل صاحباتك البنات: يا بنتي يا بنتي ما ينفعش، يا بنتي ده عيل صايع، يا بنتي ده عيل مش كويس، يا بنتي ده بيضحك عليكي. تقول لهم: الله، بس ضحكته تجنن ابن اللذين. يبقى دي اسمها ايه؟ انت غلبت العاطفه على العقل. زي المثل الشعبي اللي قال: مرايه الحب عمياء، يعني هي ما بتشوفش الحقيقه كامله. طيب ده بيحصل عندنا في البيوت، بمعنى ان انا النهارده مثلا تلاقي اخويا الصغير كل حاجه فيه يعني زي الفل، ماما كل طلباته مجابه، كل حاجه اخويا الصغير كل حاجه، وانا ما فيش. تمام، تيجي تساليها عن اخويا الصغير ليه، تقول لك ايه؟ القمر جه، قلبي جه، حبي جه، عمري جه، كبدي جه، كل الحاجات الجميله دي، وهو اصلا ما فيهوش اي صفه من دي. بس ده بيرجع لايه؟ لان هي مغلبه العاطفه. زي ما قال المثل الشعبي: القرد في عن امه غزال. فهي بتغلب عاطفة الأمومة عن العقل، فده خطأ إحنا كلنا بنقع فيه. بمعنى أنا عايز أروح أشتري شقة أو أروح أشتري عربية أو أروح أشتري حاجة، طيب مثلا عجبني جاكيت جميل جدا وإحنا في شهر 7، أروح أشتريه؟ ما أنت مش هتلبسه. تمام، طيب أنا النهاردة مثلا معجب بواحدة، والواحدة دي أخلاقها مش مناسبة مع أخلاقي، طريقة حياتها مش مناسبة مع طريقة حياتي، دينها مش مناسب مع ديني، أيا كان. تمام، اروح اقول لا خلاص انا بحبها وهتجوزها؟ هنا يبقى انا وقعت في خطا من اخطاء التفكير، اللي هو احنا بنسميه ايه؟ تغليب العاطفه على العقل. تمام، بيقول لي ان العاطفه بتتضمن سواء حب او كراهيه، اكتب لي فوقيها كده اي شعور. تمام، وهي العاطفه دي اللي بتنشط السلوك. يعني ايه اللي بتنشط السلوك؟ يعني هي اللي بتوجهك تتصرف ازاي. يبقى انت في الموقف ده لما تتصرف بناء على عواطفك مش على عقلك، يبقى انت وقعت في خطأ من اخطاء التفكير. طيب، وبيقول لي: واذا اثرت العاطفه على شخص ما، هتعمل حاجه من الاثنين: يا اما هتخليه يصطدم مع العقل، يا اما هتخليه يبرر، القلب يبرر للعقل اي مبررات للي هو بيتصرفه. يعني من الاخر كده عايز اعمل التصرف الغلط اللي يمشي مع العاطفه، بس بطريقه مقبوله اجتماعيا شويه. تمام، اثنين، تاني خطأ من أخطاء التفكير، الأخطاء الذاتية: القابلية للاستهواء. يعني إيه؟ اكتب لي جنبها كده الاستعداد للنصب والاشتغالات. يا مستر الكلام ده علينا في المنهج؟ مفيش حاجة اسمها الاستغلال أو الاستعداد للنصب والاشتغالات أو الكلام ده كله في علم النفس، ولكن أنا عايزك تفهم يعني إيه القابلية للاستهواء. يعني واحد قال لك أي إشاعة تصدقه بسرعة، واحد قال لك الحق هيلغوا الثانوية العامة خلاص صدقته بسرعة، واحد قال لك الحق ده مفيش امتحانات السنة دي خلاص صدقته، مفيش امتحانات السنة دي هنقضيها أبحاث، واحد قال لك ده كل المدرسة هتنجح ومدير المدرسة قال هننجحكم كلكم فيلا بقى نقفل الكتب وما هنذاكرش، فأنت تصدق. يبقى أنت بتعمل إيه؟ عندك قابلية للاستهواء، ان اي حد يقول لك اي حاجه بتصدقها ما بتفكرش فيها اصلا. تمام،
فيجي بيقول لي: وهي سرعة تصديق ما يقوله الآخرين من غير نقد، بصدقه من غير ما انقد كلامه. طيب مين اللي بيخلينا نصدقه وما نفكرش فعشان كده بنقع؟ قال لك النصاب أو واحد بيشتغلنا. تمام. ثلاثة، قال لي بعديها: وبيسبب الاستهواء تنتشر الشائعات والخرافات. مثال: أبلغك أحد أصدقائك بأن أحد الزملاء سخر منك فقمت بمقاطعته. قال لك: إلحق، ده فلان ده بيتريق عليك. إيه اللي أنت عملته؟ قطعت معاه. طب بعد ما قطعت معاه أنت فكرت في أي حاجة؟ لا، أنت صدقت اللي جالك وخلاص. كان الإمام الشافعي بيقول لما واحد جاي بيقول له: فلان بيقول عليك كذا 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 كذا، فراح جاي واخد كان جنبيه طبق تمر فقال له: خد اديهوله. قال له: ليه؟ قال له: حسنات انا ما تعبتش فيها. هو بيقول عني حسنات انا ما تعبتش فيها. تمام. طيب فبيقول لي: ابلغ هذا الصغار بان احد الزملاء سخر منك فقمت بمقاطعته. قال لي: وعدم المذاكره تقول لزملائك انه يغش في الايه؟ في الامتحان. ثلاثه، بعد القابليه للاستهواء حاجه اسمها التسرع في الحكم. يعني ايه التسرع في الحكم؟ خد بالك ان انت تاخد قرارات سريعه ده مش خطا اصلا. تمام. ولكن الخطا فين؟ ان انت تاخد قرارات سريعه بدون ما يكون عندك دليل. بمعنى انت النهارده موجود في موقف لازم تاخد فيه قرار سريع، قرار قاطع. حلو، ده مش وحش، وده اصلا اللي بيميز الناس اللي هي بتاخد قرارات بسرعه. ولكن لازم القرار اللي انت تاخده ده يكون مبني على العقل والنقد ويكون معاك ادله، ودي بيجي بعد فتره كبيره من التمرس. يعني هتلاقي مثلا مدير شركة عنده مثلا 50 60 سنة، يبقى في مشكلة ضخمة وقرار يا إما هيودي الشركة في سابع سماء يا إما ينزلها سبع أرض، وفي خلال 5 دقايق يحسم الموضوع. هو أنت إزاي بتقدر تاخد القرارات الخطيرة قوي دي في الوقت القصير ده؟ قال لك: من كتر ما أنا خدت قرارات خطأ قبل كده زمان فأنا اتعلمت فتعودت. فهو بياخد قرارات سريعة بس مش خاطئة. فالتصرف في الحكم مش هو الخطأ، ولكن التصرف في الحكم بدون دليل. تعال ناخدها بالتفصيل. فبيقول لي ان الفرد يقع في اخطاء التفكير عندما يصدر احكاما متسرعه بدون ادله، ويصدر احكاما مالها بتبقى متسرعه وغير مدروسه. فانا خدت قرار بسرعه بدون ما اكون درسه وبدون ما يكون عندي دليل، ده اسمه الايه؟ خطا. اسمه الايه؟ تسرع في الحكم. يبقى انا كده دلوقتي لحد دلوقتي خدت من الاخطاء الذاتيه اول حاجه اسمها ايه؟ تغليب العاطفه على العقل. 2، القابليه للاستهواء. 3، اسمها ايه؟ ها، التسرع في الحكم. قلت لك الخطا مش في التسرع في الحكم، ولكن ان انت تحكم بسرعه بدون دليل. اديني مثال. بيقول لي: انسان خان صديقه فيحكم على كل اصدقائه بالخيانه. انا النهارده واحد صديقي طلع ند، ما اقولش كل اصدقائك، ما فيش دليل على كده. مثال تاني: وصف صديقك احد البلدان بان كلها لصوص معللا عن ذلك بان هاتفه قد سرق فيها. انا النهارده مثلا عشان ما اغلطش في حد انا من الفيوم، فانا مثلا لو نزلت الفيوم، لو انا شخص غريب ونزلت الفيوم والموبايل بتاعي اتسرق هناك، هقول الفيوم كلهم حراميه، يبقى انا هنا عملت ايه؟ تسرعت في اصدار الحكم. رابع حاجه اسمها التعصب والتطرف. طيب ايه الفرق ما بين التعصب والتطرف؟ التعصب ان انا بتعصب لفكره معينه مش عايز اشوف غيرها، والتطرف معناها البعد عن الوسطيه. تعالى نديك مثال. لو النهارده انا واقف هنا كده، انا واقف في المنتصف، انا ورايا الشاشه اهي، انا واقف كده في النص، حلو، اقصى الشمال دلوقتي كده، او هو بالنسبه لك ممكن يبقى اقصى اليمين، ده اسمه تطرف، واقصى الشمال خالص الناحيه الثانيه اسمه تطرف. فالتطرف ببساطه هو الابتعاد عن الوسطيه. والتطرف عندنا بمعنى لو انا مسلم لكن ولا بصلي ولا بصوم ولا بزكي، بسيب الدين، بشرب خمر، بعمل المحرمات، انا متطرف لان ابتعد عن الوسطيه. طيب انا مسلم شايل سلاح وبقتل في الناس، برضه متطرف. فالاثنين دول متطرفين. التطرف مش الشخص اللي بيقتل في الناس وبس، ولكن برضه اللي ما بيصليش وما بيزكيش وما بيصومش والكلام ده كله برضه تطرف، لان فكره التطرف هي الابتعاد عن الايه؟ الابتعاد عن الوسطيه. لحد كده مفهومه؟ حلو. طيب التعصب عندنا بيحصل فين؟ التعصب عندنا بيحصل في الدين والكوره، يعني عندنا هنا في مصر. تمام. التعصب معناه ان انا بتبنى فكره واحده، بنحاز لفكره واحده دون سواها. يعني ايه؟ يعني انا النهارده مثلا بشجع الاهلي، دايما الاهلي صح، ودايما الاهلي هو اللي بيكسب، ودايما الاهلي هو الاحسن، ودايما كل الفرق الثانيه هي اللي وحشه والاهلي هو اللي حلو. طيب انا هنا حكمت عقلي؟ لا. المفروض لما بيجي محلل في الاستوديو بعد الماتش بيقعد يقول ايه؟ بيقعد يقول نقاط القوه والضعف اللي عند كل فريق.
يعني الفريق ده ضيع فرص كذا وكذا وكذا، بس كان كويس في كذا وكذا وكذا. الفريق اللي قصاده كان عنده مشاكل في كذا وكذا وكذا، بس كان عنده مميزات في كذا وكذا وكذا. فهو ما بيتحيز لفريق معين، تمام؟ لكن التعصب عندنا بيحصل ايه؟ ان انا بتحيز لفريق واحد. طيب الفريق التاني لمجرد ان حد صاحبي بيشجع فريق تاني انا ممكن اتخاصم معاه، فده خطأ من اخطاء التفكير، اسمه التعصب. طيب يعني ايه تطرف؟ قال لي هي المغالاة. يعني ايه المغالاة؟ كلمة مغالاة معناها المبالغة. طيب المبالغة في تقدير المواقف أو الأفكار. بيقول لي وأخطر أنواع التعصب والتطرف هو التطرف الديني، لأن أنا قلت لك التطرف عندنا بيحصل في حاجتين، هو الدين والكورة. بيقول لي أن كل الرسالات السماوية تدعو للتسامح وبريئة من التطرف. كل الديانات أيا كانت الديانة اللي أنت بتدين بيها كلهم قالوا تسامح، محدش قال تطرف، محدش قال عنف، محدش قال تعصب، محدش قال الكلام ده. لحد كده بالنسبة لك الدنيا واضحة؟ طيب بص يا سيدي، بيديني مثال بيقول لي التعصب لفريق كورة والتعصب لوجهة النظر وعدم تغييرها. مين؟ رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي خطأ ورأي خطأ رأي غيري آسف خطأ يحتمل الصواب، للي قالوا مين؟ الإمام الشافعي. يعني حتى لو أنا رأيي صح ففي احتمال يبقى غلط، ولو رأي غيري غلط في برضه احتمال إن هو يبقى صح. فكل دليل على الإيه؟ على التسامح، حتى لو اختلفنا، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. مثال ثلاثة بيقول لي التعصب الديني وعدم احترام الأديان الأخرى أو التطرف السياسي للحزب الذي أنتمي إليه. أي حاجة في الدنيا عشان تبقى أنت فاهم، تعصب أتبنى فكرة معينة، تطرف إن أنا بعمل حاجة بعيدًا عن الوسطية وعن الاعتدال. تمام كده؟ يبقى إحنا خدنا لحد دلوقتي إن عوامل الوقوع في الخطأ في أخطاء التفكير يا إما عوامل داخلية ذاتية يا إما عوامل خارجية أو موضوعية. العوامل الداخلية كام؟ أربعة. عد معايا، رقم واحد ها؟ كانت إيه؟ برافو عليك. تغليب العاطفة على العقل. اتنين كانت الايه؟ القابلية للاستهواء. تلاتة كانت ايه؟ التسرع في الحكم. أربعة كانت ايه؟ ها؟ يلا. أربعة كانت ايه؟ التعصب والتطرف. برافو عليك. طيب تعالى بعد كده ناخد حاجة اسمها العوامل الموضوعية أو العوامل الخارجية. يعني ايه الموضوعية أو الخارجية؟ يعني الخاصة بالموضوع، الخاصة بالمشكلة اللي أنا بفكر فيها أو الموضوع اللي أنا بفكر فيه. طيب تعالى اول حاجه، قال لي عدم الدقه في استخدام اللغه. يعني ايه عدم الدقه في استخدام اللغه؟ يعني انا النهارده بكلمك كلام انت سيادتك مش فاهمه، ففهمت غلط فقيمت الموضوع غلط، تمام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ وقعت في خطا من اخطاء التفكير بسبب ان انا ما فهمتش اللي قدامي بيقول ايه. يعني في مفردات كتيره قوي 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 قوي، زي مثلا ايه؟ بيت الشعر بيقول لك دعوني فاني اكل العيش بالجبن، فاللي يوصل لك في ذهنك ايه؟ العيش والجبنه، اللي هو العيش اللي بناكله والجبنه اللي بناكلها. لكن هو كان بيقصد بيه حاجه تانية، العيش والجبن، العيش يقصد بيه الحياه، والجبن المقصود بيه الايه؟ الصفه نفسها. طيب استخدام الفاظ غريبه زي العنقاء، زي الغول، كل دي حاجات ايه؟ الفاظ غريبه بيساء فهمها ويساء التفكير بسبب ايه؟ سوء فهم اللغه. فهتلاقي دايما مصطلحات، يعني مثلا الاسد دي اسماء كتيره جدا، ممكن يبقى الاسد، ممكن يبقى اسامه، ممكن يبقى غضنفر، ممكن يبقى مش عارف ليه اسماء كتيره جدا. السيف ممكن يبقى سيف، ممكن يبقى حسام، ممكن يبقى كذا، فاهمني؟ ففي اخطاء بتقع الانسان بيقع فيها بسبب الايه؟ فهم خاطئ للغه اللي قدامه. فضروري ابقى فاهم المصطلحات اللي بتتقال ايه علشان خاطر اقدر افكر بطريقه صحيحه. طيب السؤال هيجي لي ازاي؟ هتلاقي فيه مصطلح في الجمله انت اصلا مش فاهم، مصطلح غريب، كلمه شاذه كده بالنسبه لك مش مفهوم، تمام؟ طيب بص يا سيدي، بيقول لي اللغه هي اداه الانسان اللي بيقدر يعبر بيها عن تفكيره، بعبر عن افكاري ومشاعري واحاسيسي كلها عن طريق الايه؟ اللغه. واللغه احيانا تكون غير واضحه، هي مش واضحه، ولذلك يمكن ان تكون احد اسباب الوقوع في الخطا. بقول لك فهناك الفاظ لها اكثر من معنى، والالفاظ اللي لها اكثر من معنى عامه هتلاقيها في حاجه في اللغه العربيه اسمها التوريه. لفظ واحد ليه معاني كتيره. فبيقول لي مثلا الجبن هي تعني الايه؟ قال لي الطعام او الخوف كصفه. طيب وهناك الفاظ لها معنى واحد زي ايه؟ قال لي اسد وليس وقسوره وضرغام، كل دول كده اهو مسمى للايه؟ للاسد اللي هو الحيوان المفترس. وهناك الفاظ ليس لها معنى، ملهاش معنى اصلا، زي ايه؟ زي كلمه الغول او البعبع او التنين او العنقاء. دي كلها مسميات بس ملهاش حاجه في الواقع، كلها حاجات اسطوريه، حاجات خرافيه. طيب واذا ذكرت سوف انجح، بقول لي انا نجحت، اذا انا ذكرت، يبقى هنا في ايه؟ في مغالطه، لان انت ممكن تنجح من غير ما تذاكر بطريقه ما، تمام؟ طيب لم اجد خيرا من صديقي،
كلمة خيرا هنا لم أجد خيرا من صديقي بتحمل المعنيين إن أنا ما شفتش خير من ناحيته خالص. يعني أنا النهاردة أنا وعادل، أنا وعادل أصدقاء، فبقول لك إيه؟ لم أجد خيرا من صديقي، يبقى معنى كده إن أنا ما شفتش من عادل خير خالص. أو بمعنى تاني، لم أجد خيرا من صديقي يعني أنا ما لقيتش صديق أحسن من عادل. حلو، يبقى أنا هنا ممكن أقع في خطأ في التفكير بسبب إن أنا فهمت الإيه؟ المعنى غلط. أكلت حذاء صديقي أو أكلت الزوجة حذاء زوجها، تمام؟ مش المقصود به هنا النعل، هي ما أكلتش النعل، ولكن إيه اللي حصل؟ أكلت حذاء زوجي أي بجواره. فدي كلها أخطاء في اللغة، ممكن أنا أفهم غلط بسبب صعوبة إن أنا ما فهمتش الإيه؟ اللغة. طيب يبقى دي أخطاء إيه؟ أخطاء التفكير. يبقى أول خطأ بيقع فيه الإنسان بسبب الفهم الخاطئ للغة، ودي من الأخطاء الإيه؟ الموضوعية. طيب اتنين، أي نقص المعلومات. يعني إيه نقص المعلومات؟ يعني النهاردة لو سيادتك النهاردة لسه في أولى ثانوي، ورحت جايب لك فلسفة ثالثة ثانوي، وقلت لك حل، هتحل؟ لا، هتقع في خطأ من أخطاء التفكير. بسبب إيه؟ بسبب إن أنت معلوماتك ناقصة. جبت طالب في كلية الطب في سنة أولى، وقلت له خش اكشف على مريض وعالجه وشخصه واديني تقرير ليه، هيعرف؟ لا. ليه؟ قال لي لأن بالنسبة له هو لسه ما عندوش المعلومات الكافية عن كل الأمراض. يبقى دي اسمها نقص إيه؟ نقص معلومات، نقص معلومات. تعالى كده، بيقول لي نقص المعلومات تمنع الإنسان من الوصول إلى التفكير السليم في المشكلات التي تواجهه. وخد بالك دي على مستوى الفلسفة أو على المستوى العادي في حياتك العادية. يعني النهاردة سيادتك أنت بتشتغل إيه؟ طالب، عايز تعمل إيه؟ عايز أذاكر. حد المذاكرة سهلة عليه؟ غالبا لا. كلنا بالنسبة لنا يعني سؤال بسأله للطلبة من 9 سنين فاتت، ودي السنة العاشرة أهو، حد بيحب المذاكرة؟ غالبا 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 بتلاقي فيه 2 3 في كل فصل كده بيرفعوا ايديهم، احنا بنحب المذاكره. ساعتها بقول له بس يا كذاب، لان غالبا وبنسبه كبيره جدا مفيش حد بيحب المذاكره ابدا. احنا حتى اللي بيذاكر هو احنا بنحب النتيجه اللي بعد المذاكره، لكن المذاكره نفسها ما بنحبهاش. يعني انا ما بحبش المذاكره بس حابب انجح وابقى دكتور، حابب انجح وابقى مهندس، حابب انجح وابقى اعلامي. حلو، طب اللي هينجحني ايه؟ الماده دي مضطر اذاكرها، فانا مش حابب المذاكره، انا حابب النتيجه بتاعت المذاكره. طيب السؤال هنا، السؤال هنا، هل انت عارف الناس بتذاكر ازاي؟ هل انت عارف الناجحين بيذاكروا ازاي؟ هل انت عارف افضل طرق للمذاكره؟ لو انت عارف خير وبركه، لو انت مش عارف تابع حلقاتنا كل يوم جمعه في برنامج كل جمعه مع جمعه، هننزل لك حلقه كامله ازاي تذاكر، لان احنا مش دورنا بس نديك المعلومه، احنا دورنا نقول لك على الطرق اللي تخليك تفهم، الطرق اللي تخليك تحفظ، الطرق اللي تخليك صعب تنسى. فكل ده واكتر من اكتر من كده كمان، كل ده موجود على منصتنا، لان احنا ما بنهتمش بالجانب العلمي بس، الجانب العلمي بنهتم بالجانب العلمي، نهتم بالجانب التربوي، نهتم بالجانب النفسي. هتلاقي دايما حد معاك مرشد وموجه ليه يسمع مشاكلك، مش لازم تكون مشاكل دراسيه بس، اي مشكله بتواجهك في حياتك ان شاء الله هتلاقي في حد بيسمعك، هتلاقي في حد بيقول لك حلول عليها. تمام، يلا بينا. بيقول لي هنا كده مثال، الطبيب الذي ينقصه معلومات عن المرض يخطئ في تشخيصه. ده زي ايه؟ زي ما قلت لك هنا كده، لو هو لسه في سنه اولى طب، هو عنده ايه؟ عنده نقص في المعلومات، فايه اللي بيحصل؟ بيشخص غلط. على فكره الكلام ده حصل لما جه الموجه بتاعت كورونا في 2019. ايه اللي حصل؟ الناس قالت كان بسبب اكل الخفاش، وفي ناس قالت العلاج بتاعها علاج سيوله الدم، وفي واحد قال لك ده علاج الرئه، فكله عمال يقول تشخيصات مش صح. ليه؟ لان هم ما عندهمش معلومات كامله عن المرض. اول ما اكتملت المعلومات ظهر العقار اللي بيبدا ايه، او المصل اللي بنقدر ناخده علشان يقينا ويكون سبب في شفاء ايه، السرطان، في شفاء كورونا. ربنا يحفظنا واياكم يا رب. فهنا الفكره كلها ايه؟ نقص المعلومات بيؤدي الى تشخيص غلط، لان التفكير بيبقى غلط. ليه؟ لان انا ما عنديش كل المعلومات الكامله، فمش عارف افكر بشكل كويس. بيديني مثال تاني، بيقول لي عدم معرفتي بقاعده نحويه كان سببا في الخطا في حل قطعه النحو في الامتحان. يعني انا النحو عباره عن مجموعه من القواعد، انا مش عارف القواعد دي، فبالتالي لما اجي احل قطعه استخرج كذا واستخرج كذا، انا مش فاهم القاعده النحويه بتقول ايه، فبالتالي مش عارف افكر، يبقى نقص المعلومات وقعني في خطا من اخطاء التفكير. مثال ثلاثه، ترجمه او عدم ترجمه بعض الكلمات في القطعه في امتحان اللغه الانجليزيه كان سبب في الاخفاق في ترجمه القطعه. دايما في حاجه ناقصه، دايما في حاجه ناقصه، فسيها نقص المعلومات. رقم ثلاثه اسمها السلطه والهيمنه. يبقى تاني اللي فاكر كده، اول حاجه الفهم الخاطئ للغه، طيب حلو، اتنين نقص المعلومات، تلاتة السيطرة والهيمنة. ومش المقصود بالسيطرة هنا
انه يكون مثلا ضابط، انه يكون مش عارف مدير ايه، انه يكون ايه. لا، انت ممكن الاب والام يكونوا بيسيطروا عليك. مين اللي مسيطر في البيت، بابا ولا ماما؟ لو بابا اللي مسيطر خلاص، هي ايه، في هنا سيطره وهيمنه. لو ماما، هي برضو اللي بتقرر وكلنا بنمشي على كلامها. فهي الفكره هنا في السيطره والهيمنه، ده خطا من اخطاء التفكير. تعال نفهمه اكتر مع بعض. بيقول لي الهيمنه تتمثل في ايه؟ تقبل راي شخص ما له نفوذ دون مناقشه. شخص ما يعني ممكن يكون الاب، ممكن يكون الام، ممكن يكون الصديق، ممكن يكون المدير، ممكن. طب انا هتقبل رايك لو هو صح، بس هنا في الهيمنه والسيطره هو تقبل الراي بدون مناقشه. اصلا احنا مش هنتناقش، انت هتقول كذا فانا هقول كذا، انت هتقول امين فانت هتقول اعمل كذا فانا هقول امين وانفذ. تمام؟ طيب، وده ضد الفلسفه، لان الفلسفه فن السؤال والفهم. بيدي مثال بيقول لي رفض علماء القرن ال17 تصديق جاليليو في بعض الحقائق لأن أرسطو لم يقل بها. يبقى هنا كان أرسطو مسيطر فكريا على الناس دي، فعلشان كده أي كلمة حد تاني هيقولها غير أرسطو إحنا مش هنسمع له. يبقى أرسطو كان عامل سيطرة وهيمنة على عقول الناس، دي اسمها سيطرة وهيمنة. فهم خدوا آراء أرسطو دي بدون إيه؟ بدون مناقشة. فهي تقبل شخص ما اللي هو أرسطو له نفوذ دون مناقشة. النفوذ هنا كانت نفوذ ايه؟ فكرية، لان انا قلت لك مش لازم تكون سلطة، مش لازم يكون ضابط، مش لازم يكون كذا. طيب مثال تاني، الارهابي الذي يفجر نفسه سمعا وطاعة لمن يحرضه معتقدا انه يرضي الله. مفيش حاجة في الدنيا بتقول تعالى البس حزام ناسف، خش في الناس الابرياء دول، فجر نفسك تطلع فوق تلاقي الجنة وتلاقي الحور العين. طيب بالعقل ده يمشي ما يمشيش؟ حلو. طب ليه في ناس بتعمل كده؟ لان الناس دي وقعت في خطأ من اخطاء التفكير اسمه الايه، الهيمنه والسيطره. ودي كانت في الفيلم بتاع الارهابي اللي عمله عادل امام. كان عادل امام واحمد راتب، عادل امام كان في جماعه ارهابيه واحمد راتب كان الامير بتاع الجماعه دي. فلما يجي عادل امام يتكلم معاه يقول له ايه، احمد راتب يقول له ايه، لا تجادل ولا تناقش يا اخ علي، اللي هو مفيش مجادله مفيش نقاش، انا اقول وانت تنفذ وخلاص. تمام. مثال رقم 3 بيقول لي سيطرة آراء داروين على كثير من العلماء فيما يخص نظرية التطور وأن الإنسان أصله قرد، ودي طبعا مش صح. رابع حاجة اسمها صعوبة المشكلة. طيب خد بالك بقى من صعوبة المشكلة عشان نرجع تاني لمشكلة أو خطأ من أخطاء التفكير وهو نقص المعلومات. بس تعالى نشرح لك الأول دي عشان أفرق لك ما بينهم بمثال نفس المثال. بص يا سيدي، صعوبة المشكلة النهارده لو أنا لسه مدرس مبتدئ، لسه متخرج او لسه طالب في سنه رابعه، ما ينفعش اروح ادي درس لطالب في ثالثه ثانوي. ليه؟ هي الماده بالنسبه لي صعبه، ده عايزه حد يكون اشتغل في الدروس سنه واثنين وثلاثه واربعه عشان يروح يدي ثالثه ثانوي. صعب قوي ان انا اول ما ابدا شغلي اشتغل مع ثالثه ثانوي. يبقى في حاجه اسمها صعوبه في المشكله. تعالى بقى على صعوبه المشكله، المشكله صعبه عليا. بمعنى قال لي هنا كده إن المشكلة تكون صعبة إذا كانت تفوق قدرات الفرد ومستواه العقلي والمعرفي. إيه الفرق؟ إن هي بتفوق قدراته من إنه عنده نقص في المعلومة. هديك مثال بسيط. النهاردة لو أنا قلت لطالب لسه في سنة تالتة طب يشخص لي مرض وأخطأ في التشخيص، هو أخطأ بسبب نقص في المعلومات، ما عندوش المعلومات كاملة. حلو. طب الشخص ده اتخرج وانا خدته وقلت له تعالى اعمل عملية جراحية دقيقة، ساعتها مش هيبقى نقص في المعلومات وانما دي قلة خبرة، فالمشكلة بالنسبة له صعبة. فده الفرق ما بين نقص المعلومات وما بين صعوبة المشكلة. بيقول لي يجب ان تتناسب مستوى المشكلة مع قدرات الفرد حتى لا يقع في الخطأ. يبقى دي المستوى بتاع المشكلة ودي قدرات الفرد، مش مع معلوماته، مش مع معلوماته. يعني انا النهارده بقول لك انا لو طالب لسه متخرج من كليه، لسه في كليه مثلا اداب علم نفس او اداب فلسفه ولسه خارج طازه، يوم ما هشتغل اشتغل مع سنه اولى، ما اقدرش اشتغل مع سنه ثالثه ثانوي. هل انا ما عنديش المعلومات بتاعه ثالثه ثانوي؟ لا، معلومات المنهج بتاع ثالثه ثانوي قشور بالنسبه للي انت درسته في الكليه. بس الفكره في ايه؟ ان انا ما عنديش الخبره، قدراتي لسه، قدراتي في توصيل المعلومه، قدراتي في وضع الامتحانات ووضع الاسئله لسه مش احسن حاجه. فببدا في سنه اولى وبعد كده ثانيه وبعد كده ثالثه اكون تمرست في الموضوع. لكن تجيبني من سنه رابعه جامعه على ثالثه ثانوي ادرس لهم، يبقى انا بالنسبه لي بواجه ايه؟ صعوبه في المشكله، لان المشكله بالنسبه لي اكبر من قدراتي، المستويات مش متكافئه. بيقول لي مثال طالب المرحله الابتدائيه لا يستطيع حل مساله لطالب ثانوي. ليه؟
لان المشكله دي بتفوق قدراته. اتنين، طلب الاب من الابن دخول كليه الطب رغم ان قدراته لا تؤهله. يبقى النهارده في اختلاف ما بين الفرد وما بين قدراته. الشخص الذي يرغب ان يكون مطرب مشهور رغم ان ليس لديه الموهبه. المطرب لازم يكون عنده موهبه وصوت واحساس بالنغمات الموسيقيه و و الى اخره. طب انا ما عنديش ده اعمل ايه؟ قال لك مش هيبقى، هيبقى الموضوع بالنسبه لك صعب وصعب تنجح. الارزاق بيد الله، عشان ما تقعدش تحكي لي بقى يا عم ده حمو بيجي يطلع ربي الكون ميزنا ويعمل كده، خلاص كده خلاص بقى مطرب. دي حاجه ودي حاجه، لان هو ما بيتقالش عليه مطرب، هو ده مؤدي. لكن المطربين اللي ليهم صوت كويس، اللي بيدرسوا في الجامعه، اللي عارفين يعني ايه موسيقى ويعني ايه نوته موسيقيه وسلم موسيقي وكلام كبير قوي، احنا ما يعني كلام اكبر مننا بكتير قوي. تمام. طيب بص يا سيدي، احنا لحد دلوقتي خدنا اربع عوامل خارجيه زي الاربع عوامل الداخليه. العوامل الخارجيه رقم واحد عدم الدقه في استخدام اللغه، لفظ معين انا مش فاهمه فبالتالي فكرت غلط. اتنين، عندي نقص في المعلومات. تلاتة، في سلطة وهيمنة. أربعة، المشكلة بالنسبة لي كان فيها صعوبة. تعال نحل على الجزء ده. بسم الله. دي أساليب التفكير. ماشي. من أول السؤال رقم 27 بيقول: استمعت إلى أحد الإعلانات بالإذاعة عن صدور جهاز ألعاب إلكترونية جديدة، فبادرت بشرائه دون فحص وتحري المعلومات عنه. يشير ذلك إلى أحد عوامل الوقوع في الخطأ، وهو صعوبة المشكلة، القابلية للاستهواء، عدم الدقة في استخدام اللغة، التعصب والتطرف. إيه اللي حصل؟ أنا شفت إعلان بيقول في جهاز ألعاب إلكترونية جديد، رحت اشتريته على طول دون فحص وتحري المعلومات. أنا النهارده ولا فحصت معلومات ولا أي حاجة، في إعلان رحت اشتريته على طول. يبقى انا كده وقعت في خطا من اخطاء التفكير. هل هو صعوبه المشكله ولا عدم الدقه في استخدام اللغه ولا القابليه للاستهواء ولا التعصب والتطرف؟ طيب تعالى يا سيدي حلل الاعلان معايا او حلل السؤال معايا. استمعت الى احد الاعلانات بالاذاعه، قاعد كده شغلت الراديو لقيت فيه اعلان بيقول صدر جهاز العاب الكترونيه جديد، في جهاز العاب الكترونيه صدر جديد، فبادرت بشرائه دون فحص وتحري المعلومات عنه. ما جمعتش عنه اي معلومات، انا هوب رحت اشتريت على طول. يجوز ذلك الى وقوعك في خطا من اخطاء التفكير. طيب هل هو التعصب والتطرف؟ قال لي لا، ده الانحياز لفكره دون غيرها. هل هو عدم الدقه في استخدام اللغه؟ مفيش لغه في الموضوع. طب هل هو صعوبه المشكله ولا القابليه للاستهواء؟ الحاجه اللي بتتقال فبصدقها بتبقى ايه؟ قال لي قابليه للاستهواء على طول. طيب تعال نحلل السؤال الثاني. أدى الخلاف بينك وبين زميل لك حول التعقيب على أحد الأندية التي تشجعها إلى المقاطعة، يجسد ذلك أحد عوامل الوقوع في أخطاء التفكير. تعال، أدى الخلاف بينك وبين زميلك، زميلك في خلاف حصل ما بينك وما بين واحد من صحابك، ليه؟ بسبب إيه؟ حول التعقيب على أحد الأندية التي تشجعها. هو قال رأيه في النادي اللي أنت بتشجعه. انا بشجع الاهلي فهو غلط في الاهلي، وانا بشجع في الزمالك فهو غلط في الزمالك. تمام. طيب ده بقى بيمثل ايه؟ تعصب وتطرف، قابليه للاستهواء، نقص في المعلومات، صعوبه في المشكله. صعوبه في المشكله لما تبقى المشكله اعلى من قدراتي فدي مش معايا، نقص المعلومات لما يكونش عندي معلومات كافيه ودي ما ذكرهاش فوق، فهيبقى ايه؟ قابليه للاستهواء ولا تعصب وتطرف؟ على طول بقول ايه؟ تعصب وتطرف، دي الاجابه الاصح. كل ما ترجمت السؤال صح وصلت للاجابه الاصح. بص يا سيدي، السؤال اللي بعد كده بيقول: قام أخوك بشراء آلة جديدة للطباعة، وسارع بشراء الأحبار الملونة لها، وعند قراءة التعليمات فوجئ بأنه يجب استخدام الحبر الأسود فقط. يمثل الموقف أحد عوامل الوقوع في خطأ من أخطاء التفكير، وهو تعصب وتطرف، نقص معلومات، تغلب العاطفة، الهيمنة. النهاردة أنا جبت طبعة فرحت على طول اشتريت الإيه؟ الألوان، وجيت أطبع ألوان ما بتطبعش، قريت المعلومات لقيتها بتطبع أبيض وأسود فقط ما بتطبعش ألوان، يبقى إيه اللي حصل؟ ها؟ أنا ما كانش عندي المعلومات الكاملة، يبقى نقص معلومات. السؤال اللي بعد كده بيقول: يسرد احد منقذي الشواطئ عن مواجهته لموقف مع مجموعه من الشباب كادوا ان يغرقوا، ففور رؤيته لهم توجه لهم على الفور، ولكنه لا يستطيع ان ينقذهم جميعا دفعه واحده، فلولا مرور احد زملائه صدفه لتعذر انقاذ هؤلاء الشباب. عبرت قصه منقذ الشاطئ عن احد عوامل الوقوع في اخطاء التفكير، وهو تغليب العاطفه، عدم الدقه في استخدام اللغه، التعصب والتطرف، صعوبه المشكله. بص يا سيدي، تعصب وتطرف لا، عدم الدقه في استخدام اللغه لا،
فمعايا اتنين، تغليب العاطفة صعوبة المشكلة. ببساطة كده ايه اللي حصل؟ انا راجل شغال منقذ شواطئ، ببص لقيت فيه ثلاثة هيغرقوا، انا مش هقدر اروح اشيل الثلاثة واطلع بيهم، تمام؟ فهشيل واحد بس واطلع، لولا ان انا لقيت حد تاني زميلي معدي او حد معدي قلت له انقذ معايا الشباب دول، نزل انقذناهم. طب انا اقدر انقذ الثلاثة؟ لا، ليه؟ قدراتي مش متناسبة مع ده، يبقى على طول نقص في الايه؟ في القدرات. طالما نقص في القدرات يبقى صعوبة في المشكلة. فهمتها؟ يلا بسرعة على الأسئلة اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول: طلبت من والدك من أحد الجيران حلة، واحدة والدتك طلبت حلة من الجيران، وإذا بها تأتيها بأحد العقود التي تتزين بها. ليه؟ لأن هي عرفتها حلة. يجسد هذا الموقف أحد عوامل الوقوع في الخطأ، وهو نقص معلومات، عدم الاستخدام الدقيق في استخدام اللغة، التصرف في الحكم، التعصب والتطرف. النهاردة هي بتقول لها عايزة حلة، فراحت جايبة لها حلي، حلة. طيب ده يبقى إيه؟ عدم استخدام أو عدم الدقة في استخدام اللغة. المهندس المسؤول عن البناء في أحد المدن الصناعية الجديدة قام بوقف العمل لمدة 3 شهور وغير مهتم بأجور العاملين المشاركين بالعمل، وكيف أن ذلك سيؤثر على ميعاد التسليم؟ يصف ذلك أحد عوامل الوقوع في الخطأ التفكير، وهو التسلط والهيمنة، الإسراف والتعسف، تغليب العاطفة، نقص في المعلومات. المهندس المسؤول عن البناء وقف بدون أي حاجة، يبقى إيه؟ سيطرة وهيمنة أو تسلط وهيمنة. السؤال بعد كده سؤال رقم 33 بيقول: قررت السفر مع أصدقائك وغضبت عندما علمت أن هناك زميل سيلحق بكم بعد يومين، وأرجأت يعني أجلت وأرجأت الفكرة نظرا لخلافاتك الدائمة معه. يشير ذلك إلى أحد العوامل الوقوع في الخطأ، وهو تصرف في الحكم، القابلية للاستهواء، تغليب العاطفة، التعصب والتطرف. طالما في خلافات وبتاع يبقى أنا غلبت الإيه؟ العاطفة، فعلى طول تغليب العاطفة على العقل. معايا؟ مكملين مع بعض الأسئلة. والسؤال رقم 34 بيقول: تعمل والدتك مشرفة في أحد دور الحضانة، وعند مرورك عليها وجدت الأطفال يصرخون ويتشاجرون ويحاول المشرفون تهدئتهم، فحكمت أن كل الأطفال مشاغبون. يجسد موقفك أحد عوامل الوقوع في الخطأ، وهو تعصب التطرف، الاستسلام للعاطفة، تغليب العاطفة، التعجل في الحكم. خد بالك الاستسلام للعاطفة هو تغليب العاطفة، فالاتنين بيطيروا. طيب انت شفت كم طفل فحكمت على الكل، يبقى تغليب العاطفه ولا تعجيل في الحكم؟ اسراع في الحكم على طول. السؤال اللي بعده بيقول: لا يمكنك مصافحه قبضه مغلقه، ولا يمكنك ان تحاور عقليه متحجره. يشير ذلك الى احد عوامل الوقوع في خطا التفكير، وهو تصرف حكم، استسلام للعاطفه، التعصب والتطرف، القابليه للاستهواء. انا النهارده ما اقدرش اسلم على يد مقفوله، لازم اليد تبقى مفتوحه عشان اعرف اسلم، وكذلك العقول ما تعرفش تحاورها. طب العقل لما بيبقى مقفول معنى كده ان هو ايه؟ متعصب لفكره ما، على طول بختار التعصب والتطرف. السؤال اللي بعد كده بيقول: اخبرك اصدقائك بان الالتحاق بانشطه المدرسيه يضيع الوقت ولا يوجد اي منفعه منه، فعزفت عن المشاركه بها. يعبر موقفك عن احد عوامل الوقوع في الخطا التفكير، وهو صعوبه المعضله، المعضله يعني المشكله. هو ممكن يلعب لك في صيغه السؤال، في صيغه الاجابه، بس هي واحده. صعوبه المعضله، القابليه للاستهواء، التعصب والتطرف، تغليب العاطفه. واحد من صحابي قال لي هم الانشطه الاصلا المدرسيه دي بتضيع الوقت، فانا صدقته وعملت. طالما صدقته على طول قابليه للايه؟ للاستهواء. سؤال رقم 37 بيقول: عند سماعك المقوله اكلت العرين وشربت الصمادحه، تعجبت وتسالت كيف ياكل الانسان عرين الاسد. يمثل ذلك الموقف عوامل الوقوع في خطا التفكير. طالما هنا في عندي كلمات مش مفهومه يبقى على طول ايه؟ ها؟ عدم الدقه في استعمال اللغه. سؤال رقم 38 والأخير يقول: قول الشاعر: ما لي غضبت فضاع أمري من يدي، فالأمر يخرج من يدي الغضبان. يجسد ذلك الموقف أحد عوامل الوقوع في أخطاء التفكير، وهو التسرع في الحكم، تغليب العاطفة، التعصب والتطرف، صعوبة المشكلة. هسيب التسرع في الحكم وهسيب صعوبة المشكلة وهمسك في التعصب والتطرف وتغليب العاطفة وأرجع أقرأ تاني. خد بالك أي نص يجي لك، النص ده ممكن يكون آية قرآنية، النص ده ممكن يكون حديث شريف، النص ده ممكن يكون بيت شعر، النص ده ممكن يكون حكمة أو مثل شعبي. أول ما تيجي عند النصوص افهمها كويس قوي. فبقول لي: ما لي غضبت فضاع أمري. أنا لما اتضايقت أمري ضاع، يعني مشكلتي ضاعت من بين إيديا، فالأمر يخرج من يد الغضبان. الغضب هنا ماله؟ انفعال، وطالما انفعال يبقى تغليب العاطفة على العقل. وبكده يكون الفصل الأول معاك خلص، وأنت عندك 3 فصول أو 3 موضوعات في أولى ثانوي. كده الموضوع الأول خلص. إن شاء الله بإذن الله تنتظرونا في امتحان شامل على الجزء الأول. فين؟ على المنصة. حمل الأبليكيشن واستنانا على المنصة عشان شغل المنصة في امتحاناته الشاملة وفي أسئلته غير خالص اللي بينزل دلوقتي.
أراكم على خير. كان معكم جمعة العشري مدرس المواد الفلسفية في منصة ذاتوب. سلام عليكم.